هو اللي بيسجل بقى الاثنين. الاقي البرايمري عشان بيصلحهم الليفر، والاقي السكندري عشان الانتيريو هيباتيك سيركوليشن ريجو الليفر والليفر طلعهم مره ثانيه في البايل. ده سؤال اول. طيب عايز اعرف ايه وظايف البايل سول؟ البايل سول دي مهمه في ايه يا ترى؟ قال لك والله البايل سول هي المين واي فور اكسكريشن كوليسترول. يعني الليفر بياخد كوليسترول يعملوا بايل سول ينزلوا في السول. وكمان مهمه للدايجيشن اوف فات عشان بتعمل ايماسيتيشن. والسنه الجايه كمان هناخد ان مهمه في الابزوربشن اوف فات. ورقم فور قال لك بريفنت البريسيبيتيشن اوف كوليسترول. الكوليسترول كام وش؟ واحد. انا قلت رقم ثلاثه بولر ولا ليس بولر؟ ليس بولر ممكن يتراصوا كلها للسول. قال لك لا انا خدت البايلسول دي انتي باسيف فيها بولر بارت ونون بولر بارت. تعمل مايسل وتدخل الكوليسترول في النص وبالتالي تخليه مور فور ومور ووتر سوربل وبالتالي ما تروتكش وما عندكش سوربل. البايلسول انتي باسيف تعمل مايسل والكوليسترول يدخل في النص وسراوند بالبولر بارت بتاع البايلسول وبالتالي بقى الكوليسترول البولر ودايت كويس ومنعت ترسيبه ومنعت تكوين السول. فالبايلسول بريفنت البريسيبيتيشن اوف كوليسترول وتكوين السول. نمبر 5 قال لك البايلسول تستيميوليت الليفر تو سكريت مور بايلسول. في نقطة تانية بقول لها هذاكر بس أول قعدة على الكتاب أقعد والمذاكرة هتجيب مذاكرة والإقرار اللي جواه بتجيب جواه والمكتب بيجيب مكتب وهكذا والبايلسول تجيب كمان بايلسول. البايلسول لما الليفر يصنعها هي نفسها تستيموليت الليفر عشان يصنع مور بايلسول. يعني البايلسول بتستيموليت الليفر عشان يصنع مور بايلسول. ده اسميه كوليريتيك افكت. اسمه يا جماعه كوليريتيك افكت. كوليريتيك افكت لو جالك امبورتنس اوف بايلسول قدها بحروف كلمه متدبل ام دي اي تي اس مين واي بروتكريشن اوف كوليسترول دايجيشن وابزوربشن اوف فات بريفنت بريسيبيتيشن اوف كوليسترول وستيموليت الليفر تو سكريت مور بايلسول. ده اسميه كوليريتيك افكت. في الفارما هتاخدوا ادويه مع الكوليريتيك دراج. عايز دكتور فاهم طب يقول لي ايه الانديكيشن اوف ذا كوليسترول ازاي او امتى ادي لواحد دواء يزود تصنيع البايلسول. هايبر كوليستروليميا لو واحد كوليسترول بتاعه عالي في الدم وممكن يترسب ويعمل اتيروسكلروزيس اروح مديله دواء اسمه كوليريتيك يخلي الليفر ياخد كوليسترول من الدم ويعمله باين صوت وينزل في السول يبقى لسه كوليسترول في الدم. يا جماعه لو كان بالظبط 10 دقايق لكن اللي عايز يمشي يمشي. يعني احنا خلاص خلصنا وكل الناس النهارده حضور مش عارف حد غير. اللي عايز يمشي يمشي لو قلت بس 10 دقايق هقول فيها السلودرمول. اللي عايز يمشي يمشي. هتكلم يا جماعه عن الستيرويد هرمون. الستيرويد هرمون بقسمها نوعين. نوع بسميه سكس هرمون والنوع الثاني بسميه سيدر هرمون. يبقى سكس هرمون ايه؟ لا اسمع معايا بقى اسمع معايا سكس هرمون وكورتيكويد. سكس هرمون وايه؟ كورتيكويد. اذا كثر في حاجه اسمها كدني وفي حاجه اسمها ادرينال جلاند في النص حاجه اسمها مدلة تطلع ادرينالين والقشره اسمها كورتيكس اللي بيطلع من الكورتيكس بسميه كورتيكويد. طيب جميل جدا جدا جدا. ابدا بالسكس هرمون والسكس هرمون نوعين في نوع اسمه ميل سكس هرمون والنوع الثاني اسمه برافو عليكم ايلين شادين قوي في الجيمستري ميل وفي ميل سكس هرمون. البريسيز والاتيكيت يقول لما نبدا نبدا بالميل ولا الفيميل سكس هرمون؟ بالميل ايه وبتاع ايه؟ طبعا نبدا بالميل سكس هرمون. الميل سكس هرمون يا جماعه اسمهم اندروجين. اسمهم ايه؟ اندروجين. لازم اعرف فيهم 19 كربون. فيهم كام كربونه؟ 19 كربون. وفيهم او درايفد من مركب اسمه اندروستان. الاندروستان فيه 19 كربون اهو 18 و 19 اسمه اندروستان ومنه ابيراي كل الاندروستان. اهم اندروجين موجود في الجسم اسمه تستو استيرون واسمه تستو استيرون عشان طالع من التستس فاسمه تستو استيرون. ده اللي كمان طالع من الاوبرا وطالع من الادرينال
اوفرز وادرينال يعني في ناس عندهم تستوستيرون عندهم تستوستيرون لكن في نسبه قليله جدا جدا جدا. عشان ده يبقى تستوستيرون انك تحط دبل بوند نمبر 3 دبل بوند اوف نمبر 3 ودبل بوند ما بين 4 و5 واحط او اتش في رقم 17 كده اسمه تستوستيرون وده المين اندروجين بيجن لكن اكتيفيتي قليله. قال لك لما يروح التيجن يحصل له ريدكشن اوف رينج اي يعني هيشيل دبل بوند لفرينج اي ويبقى اسمه داي هايدرو تستوستيرون دي اتش تي داي هايدرو تستوستيرون. وقال لك ده بقى الموت بوتن فلو قال لي مين المين اندروجين اقول له تستوستيرون مين الموت بوتن داي هايدرو تستوستيرون وعشان كده بعتبر التستوستيرون برو هرمون يعني برو هرمون يعني قبل الهرمون هو اكيد بتاعته غير لكن التستوستيرون يبقى مور اكتف اسمه داي هايدرو تستوستيرون هو التستوستيرون عم تقول لكشن هذا التوايد لا داي 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 هو كان في دبل بوند ما بين 4 و 5 شلتها شلتها ب 2 هيدروجين ده اسمه داي هل بس دول اللي تعرفهم؟ قال لك لا هو اسمه اندروستين دايون واندرو استيرون وايدي اندرو استيرون واحد اسمه داهيا داي هايدرو ايدي اندرو استيرون عرفت تحصل دول كويس قوي ما عرفتش يبقى اعرف المين وان اللي اسمه تستوستيرون والموست بوتنت داي هايدرو استيرون ده وظيفته ايه؟ قال لك ده مسؤول عن الـ development of male primary sex organs اسمها تستس و development of male secondary sex characters زي ايه زي البطل فلاقي البنت بسم الله ما شاء الله صوتهم محترم قوي ليه؟ عشان عندهم تستوستيرون كمان distribution of hair الاقي الميلز تمام هير مثلا في جسمهم كمان يا جماعه التخلفين دول اسمهم انترو لابر بوتنيلز الاقيهم موجودين في الميل وكلما تقدم العمر كلما دخل الجوار دول سببهم ايه؟ تستوستيرون. فبالتالي يا دكتور لما تلاقي في ميل عندها التخلفين دول تقلق شويه لا تعمل تحليل بقى ولا بتاع تشوف الموضوع شكله ايه عندها بالظبط. وكمان مسؤول عن distribution of fat الاقي يا جماعه في الميل الفات متركز في منطقه الابدومين اما في الفيميل متركز في منطقه الباتوك الاوتيك الانكتيفيشن بتاع التستوستيرون يحصل في الليفر وعشان كده الست لما يجي لها ليفر فيلير يطلع لها ابو لأ ليه؟ التستوستيرون اللي جسمها ما بيحصل له انكتيفيشن فيبدا يشتغل ويديها حاجات خاصه بالليفر. طيب اكتيفيشن ازاي في اليورين؟ يحصل له كونجوجيشن مع حاجه اسمها بلوك يورينيك اسيد وده فيه كربوكسيل جروب داخل كربونه ومينيمو اتش يعني بوله فلما يشبك فيه الستيرويد لما يشبك فيه الاندروجين يخليها مور بولر ومور ووتر سوليبل وتبقى ايزلي اكسكريتد في اليورين. اشهر اثنين يحصلون اكسكريشن الاندروستيرون وواحد كمان اسمه ايكيو كولانولون اندروستيرون وايكيو كولانولون ودول اسميهم الميجور 17 كيتوسترويد. يعني ايه الميجور 17 كيتوسترويد؟ بيني وبينكم كده اي سترويد بعمل له اكسكريشن بعمل له اكسكريشن وفي رقم 17 دبل بوند او فاسميه 17 كيتوسترويد. اهم اثنين 17 كيتوسترويد هما الاندروستيرون والايثيو كولانولون دول يا جماعه اسمهم ميل سكس هرمون او اندروجين. نيجي بقى للحلاوه والطعامه والجمال نيجي بقى للفيميل سكس هرمون. الفيميل زي ما غلبنا ومعذبنا الميل ناس طيبين عندهم بس نوع واحد اسمه اندروجين اما الفيميل عندهم نوعين نوع اسمه استروجين والثاني اسمه بروجسترون. لو اتكلمنا عن الاستروجين هقول ده المين فيميل سكس هرمون ده بقى يا جماعه اللي بيخلي حمدي حمديه وعلي عليا وحسن حمديه وشكري وحنفي هو المين فيميل سكس هرمون اهم فيميل سكس هرمون وده ديرايفد من مركب هايبوثيتيكال يا جماعه اسمه استرين فيه 18 كربونه وبالتالي كل الاستروجين فيها 18 كربونه الرينج كده 17 وهنا كمان 18. سؤال وتجاوب بسرعه ايه الستات بيحطوا بيرفيوم ولا بيحطوا غاز ولا في كده وفي كده لا هذا وبيحطوا اول بيحطوا بيرفيوم وعشان كده رينج ايه في الاستروجين بيبقى اروماتيك يا اخي الحته مش حلوه حتى في الفورمولا ايه ده يبقى رينج ايه اروماتيك رينج ايه عطريه في كل الاستروجين. اشهر استروجين يا جماعه اسمه استرابيول على
برضه بنزين ويولع وبتاع، ما برضه ممكن تاخدها على المحمل الثاني يعني انت ميتك يعني. يبقى اسمه استرادايول. استرادايول ده عباره عن اسران سي او اتش 3 وكمان او اتش 17، وعشان كده اسمه داي او داي يعني 2 وغوليان او اتش الموست بوتنت اسم. بيطلع من هنا يا جماعه، بيطلع من الاوفري وبيطلع من البلاسنتا وبيطلع من الفورماتوزيوم وبيطلع من التستس. تستس تستس وكمان ادرينال. يعني الميز عندهم استروجين. عندهم استروجين. عندك استروجين؟ يا ابني عندك، يا ابني وعندك مش عارف، عندنا كلها استروجين. بيعمل ايه الاستروجين؟ قال لك مسؤول عن الديفلوبمنت اوف تنين برايمري سكس اورجن اللي هي اوفري فلويد، وديفلوبمنت اوف ميل سكندري سكس كاركتر اللي هي ايه؟ قال لك الفويس الصوت الناعم الرئيس الجميل التلتمين سوى ايه؟ استروجين. كمان ديستريبيوشن اوف هير، ديستريبيوشن اوف فات، واللاجمنت اوف ذا بريست. يقول لك كمان الوزدرول بتاعه هو والبروجسترون في اخر المينستور سايكل يعمل شيدنج للاندوميتريوم ويعمل جليدنج. يبقى في اخر المينستور سايكل بيقل الليفل بتاعه هو البروجسترون فيعمل المينستور جليدنج. الان اكتيفيشن بتاعه يا جماعه في الليفر، وعشان كده الميل لما يجي لهم ليفر فيلير بيحلقوا. ده يا جماعه تلاقي الشعر ناعم والصوت حلو والمشى اتغيرت كده. الاسترولين بدا يشتغل. تسمعوا عن مصر مش عبد الحليم حاضر؟ تسمعوا عنه ده. في اول ايامه كان شعر الورق وبتاع والدنيا عليها خالص. جاله في الاخر بالهارديا وليفر فيلير لقى شعره ناعم وجابه على جنب. واحلى ما غنى عبد الحليم في اخر ايامه بيه استرولين عامله خالص بصراحه. يبقى الليفر فيلير بيخلي في سنان كارثه تظهر عن سنين. اعمل له ان اكتيفيشن ازاي؟ قال لك يا اما اشيل هيدروجين من رقم 17 فيبقى بس في واحده او اتش ودبل بوند او اسميه استرون او اسميه وان استرادايول اسمه اي 2. يا اما احط كمان او اتش في رقم 16 اسميه استريول، واس يعني استران ترا يعني ثلاثه او يعني اتش، فاستريول يعني في ثلاثه او اتش، والاسترون والاستريول دول هما inactive ويحتاجون conjugation مع sulfate واكتيفيشن في اليورين. ده يا جماعه الاستروجين. اخر حاجه هقولها البروجستيرون. البروجستيرون قال لك الكوليسترول ده في 21 كربونه وديرايفد من هايبوثيتيكال كومباوند اسمه بريجنان. اسمه ايه؟ وده في 21 كربون. لو رسمت اهو ستروي فري 18 19 سي اتش 2 20 سي اتش 3 21. انتوا عارفين يا جماعه ان الرجاله قرايب من كده. حد عنده دليل؟ انا عندي دليل. الدليل ايه؟ قال لك الدليل ان رينج ايه في الاندروجين في التستوستيرون زي رينج ايه في البوليسترون. في دبل بوند او في 3 ودبل بوند 4 في 5 بالفورمولا بالدليل رينج ايه في التستوستيرون ده رينج ايه في البروجسترون. قال لك كمان البروجسترون في رقم 20 في دبل بوند او وفي كده اسمه بروجسترون. بروجسترون وعشان في كيتون جروب اسمه بروجسترون. ده الموست اكتف بيطلع من البلاسنتا وكمان من الكوربا سوديان وهو الهرمون اوف ذا بريجنسي. ده موجود في الميل. احنا يا جماعه ممكن نعمل اي حاجه، ناكل شويه نطبخ اي حاجه، لكن عندي الريجنس ما عرفت مع الدراسه ما بيحصلش. يبقى ده هرمون مش بريزنت في الميل لغايه دلوقتي يعني ممكن قدام شويه لغايه دلوقتي، لكن ده مش في الميل اسمه بريزنت. ده الهرمون اوف ذا بريجنسي بيعمل ايه؟ بيبريبير اليوترس فور امبلانتيشن اوف ذا بريزنت دوبر وي بريبير البريست فور لاكتيشن، وكمان الوزدرول بتاعه هو والاسم يعمل شيدنج للاندوميتريوم ونزل نسبة بيدي. طيب يحصل له الاكتيفيشن فين؟ كالمعتاد في الليفر ويتحول للمركب اللي هيرسمه حالا. ركز فيه قوي 18 19 هنا في او اتش وهنا في سي اتش او اتش وهنا في سي اتش 3. المركب ده اسمه بريجنان دايول عشان احول البروجسترون ده لبريجنان دايول. عايز كام اتش؟ 6 اتش. الدبل بوند او دي هتبقى اتش او اتش الاثنين.
والدبل بوند شلتها باثنين وهنا كانت او بقت اتش واتش باثنين. ده سؤال في السنه اللي قبل فاتت كونفرجن اوف بروجسترون وبريجنان دايول عايز 6 اتش واسمه بريجنان دايول عشان عباره عن بريجنان ده 2 اتش. ده يا جماعه الاكسيكيوت ريبورت يحصل له كونجوجيشن مع جلوكرونيك وتلفوريك وينزل في اليورين. انا كملت فوق اكثر من كده بس الشباب لو عاوز يضطوا حاجه النهارده واشوفكم مره جايه ان شاء الله. Thank you.